بحضور عدد من أعضاء الحكومة والمهتمين بشأن المعرفة، عرض مساء أمس الأستاذ والباحث إبراهيم موسى يوسف كتابه الجديد الذي يحمل عنوان دليل تطبيقي للمقالات في تشاد. جرت المناسبة بمركز المنى الثقافي. تقرير عائشة أحمد دوكي. إثراء المكتبة الوطنية بمجهودات فردية أمر في غاية الأهمية، إذ به تنمو القدرات الفكرية والثقافية في تكوين مجتمع ملم بزخائر علمية واسعة. ولأجل ذلك فقد كرس المؤلف إبراهيم موسى يوسف جل أوقاته لإخراج كتابه الذي يحمل عنوان دليل تطبيقي للمقاولات في تشاد، والذي يتكون من 160 صفحة. وهذا الكتاب يحمل اهتمامات الشباب في المقام الأول، خاصة الشاب التشادي، وهو موزع إلى فصلين. الفصل الأول يحمل مشروع تطبيقي للبيئة الاجتماعية والاقتصادية في تشاد. أما الفصل الثاني فله محور يرتبط بنظرة للآفاق البعيدة لحملة الشهادات من الشباب، لفتح أمامهم فرص للقيام بتأسيس مؤسسات وشركات ميدانية والبحث عن سوق والعطيات، وهذا ما يوفر المناخ الحقيقي للأعمال والأشغال في تشاد، وإعداد مشاريع خاصة لمعرفة الخطة العملية. وزير الشباب والرياضة والحرف اليدوية يوسف أبا صلاح فقد مدح الكاتب وأثنى على قدراته العلمية والإبداعية، بحيث مكن الشباب من الحصول على دليل للأعمال والمقاولات في البلاد. المؤلف إبراهيم موسى يوسف ولد في تاريخ 25 من مايو عام 1981، وهو خبير في المالية العامة وشغل منصب مدير مكتب للمحاسبة، وهو أستاذ وباحث في جامعة جمينة كلية الاقتصاد والإدارة، كما يعمل في إعداد المشاريع وكذا في قسم المقاولات في تشاد، وهذه تعتبر أولى إصداراته. إذن هذا كان عنوان الكتاب، هو دليل تطبيق للمقاولات في تشاد وليس المقالات.